تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مع هذه الانطلاقات نجدد دائما الترحيب بكل المتابعين، متابعينا الكرام على شاشة دبي ريسنج، مع هذه الانطلاقات، انطلاقاتي شعاراتي وهجني أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في إدانة الدنيا دبي. شوطنا الرابع أعلنت انطلاقته الذي خصص للجعدان سن الإذاع والإبداع والاستمتاع. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. من يتقدم معطش على المركز الأول لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، من يتابع في عملية التضمير والتدريب شاهين القادم على المركز الثاني من هجن الرياسة، وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب المركز الثالث، شاهين القادم من مؤسسة هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الرابع كذلك شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في المتابعة، عاشق السلالة الشاهينية متواجدا وحاضر في هذه الانطلاقات. المركز السادس نتابع المجموعة الثانية بقيادة مسار الرباع القادم لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي في عملية التضمير والتدريب. المركز السابع والثامن شاهين وشاهين، وكذلك التاسع شاهين من مؤسسة هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز العاشر ياسر صوغان يتقدم في هذه اللحظات لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميني في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي نتيجتنا الأولى وندانا الأول لهذه الأسماء المقتحمة عالم الإعلام. نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات في الكادر السفلي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة قيادة مساري. هذا شوط لا زال معطش على المركز الأول سيدا وقائدا هذا المسار لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، من يتابع في عملية التضمير والتدريب هجن الرياسة. الشعار الأحمر قادم في هذه اللحظات، شاهين القادم من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث والمركز الرابع القادم شاهين وشاهين من مؤسسة هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الخامس ياتي شاهين يتقدم في هذه اللحظات لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد في عملية، خليفة بن سلطان عفوا بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، من يتابع في عملية التضمير والتدريب. غادرنا الكيلومتر الاخير، نتابع هجن العاصفة قادمة في هذه اللحظات على المركز السادس والسابع، شاهين وشاهين من مؤسسة هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، ما شاء الله كل الأسماء في موقع واحد يدل على قوة المنافسة في مسار هذا الشوط. عودة مع البداية، عودة مع هجن العاصفة على المركز الأول، المركز الثاني شاهين
شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. في المتابعة عاشق السلالة الشاهينية متواجد وحاضر ما شاء الله. المركز الثالث شاهين القادم من هجن العاصفة غياث الهلالي. في المتابعة المركز الرابع القادم شاهين من مؤسسة هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. في عملية التضمير والتدريب اللحظات الأخيرة لمن ناموسي هذا الشوط هجن العاصفة هجن الرياسة وكذلك القادم شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. اللحظات الأخيرة غياث الهلالي ولا رجل الأمتار الأخيرة ولا عاشق السلالة الشاهينية. يهو تعدي يهو صراع يهو تنافس هجن الرياسة هجن العاصفة هجن العاصفة. اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة. المركز الرابع وصل شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس لهجن العاصفة شاهين. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة مع التوقيت الزمني عودة مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات وساعة وصول هجن الرياسة تحمل دائما كل التحدي والصراع في عالم الأصايل ما شاء الله. شاهين 6 دقائق 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا والناموس لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثاني 6 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية اللي وصلنا شاهين من هجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي. المركز الثالث 6 دقائق 16 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وكذلك تهنئة إلى غياث الهلالي. تهانينا والناموس للجميع.